السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الحلقة السادسة من شريط تختيم شريط جست كوز 3. دالحين هذه المهمة إذا بدك تلعبها يقول لك إنك تكمل مهمة سيرفيس إلكترو وتحرر مستوطنة سيماليون. طبعا إذا بدك تلعب مهمة سيرفيس إلكترو لازم تحرر 2 من المستوطنات المقاطعات. فأنا بدي أحرر هذه المقاطعة بلاجيا وفينو فينو نشوف أيوة، لأنه فيها مدن قليلة داخلها. فأنا دحين داخل بلاجيا هنا، وتحديدا في فلاجيترو نورد، فبدي أحررها. طبعا أنا انتقلت لها من خلال الانتقال السريع. لا هنا منطقة قتالية، فبطلع هنا أول شيء. هذا اللي كنا بدنا نعثر عليها صناديق، تذكروها؟ أوف، الطيارة جت. طبعا هنا هذا خليني اهكره او اخترقه عشان طيارة. يلا بسرعة 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 بسرعة. يلا حلو، هي اطلق الطلقة واحنا نطلق عليها 5 طلقات. هنا هليكوبتر ثاني، ليش ما نحتل الهليكوبتر؟ مشكلة اني رحت عند الهليكوبتر وهو قاعد يطلق. خلاص كل الهليكوبترات دمرت. اوه والله باقي هليكوبتر. صعب انك تحرر مثل هاي المستوطنات الكبيرة. خلاص كذا تدمر تقريبا الهليكوبترات. وينو هذا؟ هليكوبتر. الله ايش بو. خلاص كذا المنطقة امنتها، بس خلينا ندمر هذا رادار دوبلر. طبعا هاي المنطقة انا جيتها من قبل في مهمة، اذا ما كنت شايف الحلقة تحصل روابط الحلقات كلها في الوصف تحت اسفل الحلقة. مدى السلاح هذا ضعيف شوية، انه سلاح رشاش وكبير. طبعا بدي ادمر هذا الصحن، بدي ادمر كمان محطات النفط و ارسال الاشارات وش كم شيء ثاني كمان. بدون رحمة يا شباب. بس يارب انه يكون ما في جنود كثير. طبعا هذا مدرع ابن امه. اول اشي تشوفه انك تقتل المدرع هذا، واي واحد فوق هنا تحصله. لانه الفوق مشكلة، ما تقدر تصيبه وهو يصيبك فيقتلك بسرعة. هذا كمان خلينا نخترقه كمان، اذا اخذ طيارة شي كذا عشان ما يدمر لي اياها، واذا جت اي طيارة من طائرات العدو انا ادمرها. هذا لازم ادمره كمان. خلاص هذا رادار دوبلو خلاص بالكامل انتهى. دحين بقي لي 1 2 3 4 5 اشياء بس، يعني واحد منها الصحن الكهربائي هذا كبير، هذا بده طيارة هليكوبتر. الدراعين صاروا يجوا كثير.
خلاص دحين هنا ما اعتقد في شيء، بس بدي اروح هناك. هذه هي. باي باي يا صاحبي. خلاص الحين نحاول نطلع لأعلى المبنى عشان نشوف كل اشي تحتنا عشان نقدر ندمره. هو تقريبا الأشياء الباقية الله أعلم انها باقية في هذا البرج. هنا بعد هذه محولات كهربائية، خلينا ندمرها. بقي لك تقريبا يعني محول واحد بس عشان انتهي من المحولات الكهربائية. دحين نشوف نطلع هنا. هنا هذا كمان نعلق عليه. طبعا هو هذا لا محدود، بس لكن في المرة الواحدة يعلق 3 حبات ورا بعض. خزان الوقود كمان دمرته، هذا كمان خزان وقود ثاني، خلينا ندمره كذا. واللي جنبه ندمره كذا. لا ما ينفع، لا نحطه بشيء اقوى. حبلين. كذا. طيب هنا يقول لك اسلحة، نشوف ايش عندهم من اسلحة. بس بدي طلقات. حلو، خلاص البازوكا احسن. شعلات ضوئية، هذه الشعلات ضوئية تفيدك لما تستدعي هليكوبتر شي كذا. ايوه هذا كمان صحن هوائي. طيب دحين هليكوبترات جاية تساعدني، فلازم انا ادمر الارض جو هذه الصواريخ. فانا دمرت امنت 2 فوق، باقي 1 تحت بس. بس هذا والله شكله صعب، في جنود. ايوه دبابة، على طول دمرهم بالدبابة ان شاء الله. اوف ايش اللي يطلق علي كذا؟ اوف مد داخل الدبابة. نجرب طريقة ثانية، نطلق من فوق بازوكا على الأشخاص الأقوياء اللي ممكن يقتلوني. أنا هون. وين رجعني؟ أوه رجعني والله بعيد. خلاص خلينا نكمل الطريق كذا. طبعا هذيك اللي امنتها ثنتين قاعدة تدمر الهليكوبترات، يعني ظل اللعب محفوظ.
شي كمان حلو، بعض الألعاب لا لازم تحفظ أنت. خلاص الحين نتوجه. هذا البرج ما في طيارة هليكوبتر يقدر يقتلني، ما بهتم للجنود كثير لانه مراحلها تطول لو قعدت بس اقتل جنود. اوف 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 الحين بحاول اني بروح على البرج هذاك وادمر فيه اللي فيه او احتله شي كذا، بعدين انزل لي طيارة وادمر كل هذا بدون ما اقاتل الجنود اللي هو صاروخ اخذ جو. هذا هو صعب ادمره، فانا معي كمان بازوكا. خلاص كذا بس بدي اروح دحين منطقة يعني ما فيها اعداء شي كذا، يعني كل هذه ابراج كذا فصعب شوي تحصل. خلني اطلع هنا انزل لي هليكوبتر هنا مكان حلو. انا عندي نزال الثوار الهليكوبتر طائرات هذه حربية حلو، بس يا رب ما اطيح تحت. هذا هو بسم الله. أيوة زين يلا خلاص يلا نبدأ نطير فيه وندمر كل اشي في بلاجيا. هذه غاز ايش فهم كذا حاقدين علي. هذا اللي هنا خلاص كذا مات. دحين هذا اللي عليه نقاط حمراء كلها اشياء تتدمر، محولات اشياء كذا. خلاص خليني دحين اقرب ما دام هذا تدمر. طيب هنا هذا محول، باقي لي محول واحد تقريبا. محولات انتهوا شوف ايش باقي. هذا يمكن ما في شيء. ايوه هنا نشوف كمان ما في شيء. ده الحين اللي باقي هذا صح. ايوه هذا صحن هوائي، هذا نقعد ندمر فيه ده الحين. هالمرة بحاول بدمر في قاعدته، يمكن تنكسر قاعدة والصحن يطيح على طول. من المرة اللي قبلها استغرقت فيه وقت طويل وما دمرته كمان، أديته
بحاول بصف الهليكوبتر هنا، اهبط في الهليكوبتر هنا وافجره بالصناديق، شيء بقنابل شيء كذا يعني. المهم طيب دحين يمكن انه الجنود ما فيه، في هنا شفت قبل شوي صناديق كم صندوق، نعلقهم الاثنين مع بعضهم ومن ثم في الصحن. فجر من تحت. طب نشوف نجرب هذا، بس لا ينفجر. لا 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 خلاص تدمر. ايوه السلاح اللي تحته هو اقوى سلاح. اقص بس دحين بقي لي محول طاقة واحد تقريبا، وكم غاز، كم وقود، ان شاء الله اخلص هذه. وين الهليكوبتر؟ طيب ايوه هذا هو صحن، ما هو صحن الغاز. اوف الهليكوبتر تدمر فيا عشان قربت من المبنى اللي ورايا. مهم انه حفظ لي دالحين اني دمرت الصحن الهوائي، دحين بس بدي ادمر لتحت. خلاص مثل المرة اللي قبلها. الحين تقريبا حررت من هذه المستوطنة 83%. اوف لا بديش اموت من اول مرة كذا. يلا طير. ها اخذنا الكأس. طيب خلاص دحين بدي انزل هنا تحت اقل مكان هناك، فعاد اقفز له شي كذا. هليكوبتر مجانا حلو. اوف 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 لا يتدمر. خليني احصل البازوكي هذا.
هذا اللي دمرت فيه البرج الهوائي. البرج الصناعي دحين. الصحن الهوائي خلص. المحول خلص. بس بقيلي هذا آخر واحد هو. الشغل ما انتهى أبدا. كمان باقي في واحد شكله. وين مكانه؟ أوه هذا. خلينا نطلع فوق ونبعد عنه. فتحوا عيونكم كثير منيح. هيدي المنطقة محظورة. هلا تلفوا. وقفوا البحث، كل واحد يرجع على موقعه. وين محطة الغاز الأخيرة؟ طيب خلاص. نشوف آخر منطقة غاز. وحدي وخلاص. مش كان دورت المنطقة كلها وما حصلتها. وين بدها تكون؟ يمكن تكون هنا. لا مناطق صغيرة ما يحطوا فيها يمكن نفط. يمكن تكون هنا في أحد الأماكن. ورا شيء كذا عشان كذا ما شفتها. طيب اشوف بطلع مكان عالي. شوف هذا البرج مش كبعيد عنه انا. خلينا نطلع هذا البرج من جديد، يمكن في احد المناطق مخبى الهليكوبتر من جديد. اول شي بستهدفه دمر الصاروخ ارض جو. هذه دمرت لي هليكوبترين او اكثر. خلاص كذا انتهت.
هذا الغاز وين بده يكون؟ النفط. هذه لا لا، هذا صاحبي. ايوه هذا هو، والله مخبينه. باقي هذا، الحمد لله اخيرا. هذا السلاح تم الغاء الحظر عليه الان، ويظهر ضمن قائمة انزال الثوار لديك. هو القناص، هذا هو. هذا تحدي جديد فتحه، واحد من 4 مستوطنات محررة. دحين نشوف ايش بقي لنا من هنا. بلاجيا باقي ما تحررت، حررت فيها مستوطنة واحدة بس، فيها كمان مستوطنتين. دحين نتوجه لهذه المستوطنة. خلاص نمشي. وش اللي يطلق علي؟ فرع الدعم صار يتواصل، شدوا حالكم شباب. خلاص الهليكوبتر كذا بس بيمشي الحال. وهذه منطقة سانتي، انا شكلها منطقة صغيرة. طيب سانتي انا ما فيها ولا شيء، بس كذا. طيب ما دام ما فيها شيء نجرب مستوطنة ثانية. شوف هذا اللي هنا وينها؟ قريبة. راح نبعث قوات برية إضافية على مواقعكم فورا. هاي وهذه مستوطنة ثانية، مسك فيها أشياء كثير. خلينا اول شيء نحرر مقر الشرطة، لهذا هو، بعدين الاشياء الثانية. دبابة، احسن شيء الدبابة. معكم الهيادة، لقينا تنقل. معكم الهيادة، في دعم جديد راح يوصلكم بأقرب وقت. مدفعية علقت. ما فايدة، خلنا نهرب منها. ايش هذا اللي يطلق علي؟ هليكوبتر. متت في الجو.
اجي فوق عشان ما يقدروا يقتلوني. طبعا المرة اللي قبلها جاني الهليكوبتر عشان هربت من ذيك من ذاك المكان وجيت هنا فهذاك لحقني. شو عم تعمل الناس هالايام بتتسلى؟ خزان الوقود خلص. الحين خلاص خلصنا هذه. لا بس باقي محول. ايوه اصحابي اجد الحين خلاص ان شاء الله نستولي على المنطقة هذه. محول انتهى. ما تقولوا لحد. خلاص بعد ما يموت الجنود اللي هنا يقول لي اني استوليت على المعسكر هذا. الحين باقي لي خلينا بعد عنهم. راح نبعد بيت على مواقع. لا راح نبعد قوات عسكريه اضافيه على مواقع. كثير زعلني بس ما فينا ما فينا. لحن حصل اشياء ثانيه. اي شيء دمره. طبعا هي مدينه صغيره فالشيء ان شاء الله تكون فيها قليله وسريعه. ابوضوا بسرعه على المتمرد ما تخلوه يهرب. الحين خلينا ننزل من هنا قبل ما تعلق الدبابة. توجه هالطريق قبل ما هذه لوحة. يلا أنا جاهز هلا. خلاص. نداء الهدف بعد حر فتشوا عليه. الحين باقي لي بس متحدثين كمان ان شاء الله. هذه اللوحة دمرناها. هذا التمثال. دمرناه. وطبعا هنا في كابتن لازم نقتله. ألقت الدبابة خلاص. ذات الدبابة.
دحين تدور كمان على الاشياء الثانيه. هذا ايش هو؟ متحدث. خلينا اجي قدامه عشان كذا بقي لي قليل ان شاء الله. باي باي. هذا محول آلة عرض، شيء جديد هذا كمان. هذه لوحة. تحول معكم للايام. شو الوضع عندكم؟ اللوحة خلاص بقي لي بس الكابتن. طبعا اجيب لك فوق راسه علامة مثلث احمر. طبعا بعد ما نخلص هذه المقاطعة ان شاء الله ومقاطعة ثانية كمان وبعدين يبدأ طور القصة ان شاء الله. دحين بدور انا في القرية. هذا هو الكابتن. طبعا هو قوي جدا الكابتن، فانا باخذه بربطه بالحبل مع الارض. هاتوا الكابتن. دحين بقي لي متحدث واحد. طب نشوف الخريطة يمكن ظهر لنا اي شيء. والله هنا هذا هو المتحدث. خلينا نحدده. طبعا هو هذا ما يحدد لك اياه بالضبط بس لكن يجيب لك مكانه انه هنا. في تقارير عن اعمال عنيفه في كل الوحدات الغبطي. معكم للعياده، رح نبعث قوات بريه على موقعكم. هذا هو المتحدث اللي هنا. المتمرد غاب عن نظرنا، كل الوحدات انتشروا وفتشوا عليه. خلاص دحين باقي لي كم شيء. طيب نشوف هذه المحولات هنا. هنا رح نبلش ننفذ اجراءات التفتيش الصحيحة. لاقوا الهدف في اسرع وقت. خلاص هذا انتهى، باقي بس اشي واحد ما هو جايب لي الخريطة. يمكن احرر السجناء شي كذا. لا هنا اسلحة.
ما في ادراج شي كذا. طلعنا المبنى. طيب نشوف هنا ما في شي كمان. باقي نظام رصد وقسم الشرطة وبقي لي يرفع العلم. طيب نشوف ايش هو نظام الرصد. يمكن هذا. شو الوضع عندكم؟ حدا يرد علي يا خرب بيوتكم. هذا هو نظام رصد. لا شو اللي عم بيصير هونيك؟ حدا يرد بسرعة. هذا هو شكل نظام الرصد. نشوف. لا حتى مش هو. ايوه هذا هو. خلاص واحد. ما هو واحد، اكثر من واحد. طيب هنا في واحد كمان. يلا بقي لي واحد ان شاء الله. وينو؟ هناك. يلا نزل. الحمد لله. بس باقي يقول انشر الفوضى. وين المعسكر؟ هذا هو. طيب نوصل له طريقة احسن. انا لكل الوحدات عنا تقارير عن وجود عنق. نشوف هنا ايش فيه. ما في شيء. هو مجروح.
آيت، رح نبعت قوات عسكرية إضافية على موقعكم. هدف طليق، ما تخلوه يغيب عن نظركم. قبضوا بسرعة على المتمرد، ما تخلوه يهرب. Perfect. فرع الدعم صارت واصلة، شدوا حالكم شباب. الهليكوبترات رح توصل، كرر، الهليكوبترات رح توصل. أنا جرحته. نبعت هليكوبترات دعم على نقطة الاتصال. الوضع صار كتير سيء، في تعزيزات تانية رح توصل لعندكم. Thank you.
تقذف. حياتك ما رح يكون معك طلقات كفاية. رح نبلش ننفذ إجراءات التفتيش الصحيحة. لاقوا الهدف في أسرع وقت. Who's next? عم نبعت قوات جوية على موقعكم. يلا بقى. أمرنا الفرقة الخاصة بالانتشار بموقعكم. واحد كمان. وينوي هدفنا. الهليكوبترات رح توصل. كرر، الهليكوبترات رح توصل. بدنا مساعدة هون. كل الوحدات تأهبوا، فتحوا عيونكم كتير منيح. حلوة ونظيفة. مطلوب. الوضع صار خطير، جايينا دعم مهم، خلصوا عليه. رح نبعت هليكوبترات دعم على نقطة الاتصال. معكم العيادة، دبابات رح توصل. فرجوني كل شي عندكم.
خلصت لقيت الأوامر، صارت وصل لعندكم. عم نفوت السيطرة، نطلب وحدات زيادة. كل الوحدات على هيدي الإحداثيات، نكرر كل الوحدات على هيدي الإحداثيات. المتمرد غاب عن نظرنا، كل الوحدات انتشروا وفتشوا عليه. شوف هالشي. يا ربي ريكو انت خلصنا، ميرسي كتير على كل شي عم تعمله. وكذا خلاص حررنا هذه المدينة. طبعا يقول لك انشر فوضى، بدك تدمر كل شيء، طيارات اي شيء يجيك عشان نكتمل الخط اللي فوق. دحين يقول لك جراج هذه البلدة مفتوح دالحين، وتحدي جديد فتحه، تحدي ثاني، وحررت 2 من 4 مستوطنات. هذا دحين هذه المستوطنة حررتها. ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.